وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة الكويت اليوم لترأس وفد مملكة البحرين في اجتماع الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وكان في استقبال سموه حفظه الله لدى وصوله صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة. وقد صرح سموه حفظه الله لدى وصوله دولة الكويت الشقيقة بما يلي: يسرني وأنا أصل إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في اجتماع الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أشيد بالأواصر الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين بلدينا الشقيقين، كما أعبر عن اعتزازي بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الكويتية من مستويات متقدمة تعكس الحرص المشترك على تطويرها في جميع المجالات لتحقيق التميز والتكامل المنشود. إن اجتماع الدورة 45 للمجلس الأعلى يعكس التزام دول مجلس التعاون بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التطلعات المشتركة بما يعود بالنفع والخير على دولنا كافة. وأجدد في هذا السياق تقدير مملكة البحرين للجهود المتميزة التي يبذلها أخونا صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في دعم العمل الخليجي المشترك وتهيئة أسباب النجاح لاجتماع الدورة الحالية، كما يسعدني أن أعرب عن أصدق التمنيات لدولة الكويت الشقيقة وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.